إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة شوقي، رجعنا لكم في لايف جديد من نواحي الحمام وقلب سوق الفضالات التابع لإقليم سليمان، وبالضبط من رحبة الحبوب. فالزرع صابح غالي هذا الصباح، الفارينة دايرة 100 درهم من العبرة، الشعير 70 درهم، القمح حتى هو غالي داير 130 درهم، كما كتشوف القمح جودة عالية. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة الضيفة، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من واحي سليمان. فاليوم صباح الزرع طالع الثمن ديالو، فالفارينة 100 درهم العبرة، القمح 130 درهم العبرة، كما كتشوفو جودة عالية تبارك الله. الصورة أمامكم، شوفوا القمح تبارك الله كيف داير، بحال كيما كيقولوا الحليبية بحال الذهب، شوفوا تبارك الله كيف داير القمح، جودة عالية، والفارينة الثمن ديالها 100 درهم. والفارينة دايرة 90 درهم 100 درهم العبرة. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة الشعب، دائما صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سليمان، بالضبط من قلب السوق الأسبوعي للفضالات. الزرع طالع الثمن ديالو بشكل كبير وكبير جدا، فالفارينة واصلة 90 درهم العبرة، جودة عالية كما كتشوفو، القمح داير 130 درهم، نتمناو الخير، والشعير واصل 70 درهم العبرة،
نتمنوا الخير يبقي نتمنوا الثمن يزيد ينقص اكثر فاكثر مشاهدين كاين. دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب سوق الخضارات الحبوب. طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير جدا، فالقمح 150 درهم، 130 درهم العبرة، الفارينة 100 درهم. الصورة أمامكم، نتمنوا الخير، نتمنوا الثمن يزيد ينقص شيئا ما. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، خيرات موجودة تبارك الله، ولكن الثمن طالع بشكل كبير وكبير جدا. فكارينا 100 درهم العبرة، القمح 150 درهم، من 130 حتى 150 درهم، والشعير واصل 70 درهم العبرة، فالشعير داير 70 درهم العبرة. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شو تي في، الله يدير تاويل الخير، نتمنوا ان شاء الله مع هاد امطار الخير ينقص الثمن ديال الحبوب شيئا. اذا المشاهدين الكرام مشاهدي قناه شعب قناه شو تي في، فما بقى لي الا نودعكم بعد ما كنت معاكم بقلب سوق الخضارات نواحي ونعطيكم الاثمنه ديال الحبوب اللي صابحه طالعه وغالية بشكل كبير وكبير جدا، الله يدير تاويل الخير. نعاود نعطيكم الأثمنة قبل ما نودعكم. القمح كيف ما كتشوفون 130 درهم، فارينة 100 درهم، والشعير 70 درهم. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، جمعة مباركة تدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش نتمنيتو مشاهدينا الكرام إلى اللقاء.